ان انت جايب لنا اتنين من ستات مصر من الصعيد، وتحيه كبيره قوي لكل اهل الصعيد. دول فعلا يعني هم اللي بيعملوا الذخيره. دول ذخيرتي يعني. اوكي فخلينا نرحب باستاذه شيماء واستاذه عفاف، وحيقوم بقى بالفرقه جامد قوي 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 قوي. ستات الصعيد اهلا بحضرتك يا ستات مصر. احلى ستات واشطر ستات في العالم كله. ربنا يخليك. مين شيماء وانت عفاف؟ انا شيماء. مين الاكبر؟ طيب انا. يبقى نبتدي بيك. هتقال على طول. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي كده، انت ازاي دخلتي في عالم التلي او شغل التلي؟ احنا اشتغلنا، اجانا في الاول كمصدر دخل، ان جابوا لنا قطعه في الاول وابتدينا نتعلم وكده، ووالدتي يعني اللي علمتني. اوكي. بس بعد كده ابتدينا لقينا الموضوع بمربح، مربح حلو، ويعني وابتدينا نشتغل بيكسب. طيب انا عايز اسالك حاجه، انا عايز بس امسك حته من دولك كده واشرحي لي. انا عارف ان في نول، انتوا بتبقوا ماسكين النول وبتشتغلوا عليه، ازاي بتطلعوا الرسومات بالطريقه دي؟ لا، هو النول بيستخدموه للمنسج، لكن شغل التلي لا بيشتغلوه بالابره عادي. ده ما بيتشدش على نول. اللي بيتشد على نول المنسج. ايه اللي هو ايه المنسج؟ المنسج ده نوع من التطريز بالخيط، هم طبعا في سوهاج اساتذه فيه. طيب ده نوع مختلف شويه. طيب من التطريز. عفاف اشرحي لي الرسومات اللي هنا دي ليها معاني معينه او رموز معينه؟ ايه بقى؟ دي النخله بتاعتنا اللي احنا مشهورين بيها. بتاعتنا وبتاعتكم برضه. يعني مصر بتاعتنا. النخله بتاعتنا رسمه فرعونيه. رسمه كلها رسمه فرعونيه، رسومات على جدران المعابد. على جدران المعابد انتوا بتقتبسوا من الحاجات اللي على جدران المعابد. اوكي. طيب شيماء احكي لي برضه، انت دخلتي عالم التلي ده ازاي؟ والله انا دخلته بالصدفه، يعني هي كان صدفه بحته، وتعلمت وانا عندي 12 سنه. اوكي. وبعدين حبيته كفن، يعني انا حبيته كفن، ان انا عايزه. قالت لي بيكسب. لا هو في 12 سنه ما اعرفش اذا كان بيكسب ولا ما بيكسبش، يعني انا اتعلمته وانا طفله، يعني طفله عندها 12 سنه، فمش مش هو حب للشيء. إن اذا انت حبيت حاجه فانت بتديها. فانا كان لحد الان انا بحب ان انا اشتغل كفن، مش اشتغل. ايوه في مكسب وفي رزق، لكن هو الفن لما بتشتغل بفن فبتحس ان انت بتطلع قطعه، يعني قطعه كده ايه، زي يعني لوحه فنيه. يعني انا دايما اقول مثلا تصاميمي لوحات فنيه. برافو عليك. شايف الفن. ايوه كده. هو انت كل شغلك ده لوحات فنيه زي ما انت قلتي، هي ده ينطبق على شغلكم. يعني دي كلها، كل الشال ده. كل الرسومات اللي على جدران المعابد، كل رسمه هتلاقيها على جدران المعابد. بتحسي بايه لما بتلاقي بقى حاجتك دي اتحولت الى فساتين وفي نجمات لابسينها؟ انت في نجمات كتيره بيلبسوا من عندك. ايه بتبقي احساسك ايه وانت اللي عامله القماشه دي بايدك؟ تعرف لو انت معاك طفل ونجح، انا بحس كده. بحس ان ابني يعني اشتهر وطلع ونجح. الحته يعني عايز اقول لك ان هم بيكلموني مثلا لما النجمات بتلبس الفساتين ده، بحس ان يعني انا فعلا ابنهم. يعني هم طبعا احنا تقريبا قد بعض يعني. لا هم اصغر. واحنا اصغر يعني. بس فعلا يعني اول تليفون بيجيلي من الصعيد، ومش عايز اقول لك المباركات قد ايه. وفعلا يعني ان اصلا انا مش انا اللي ناجح لوحدي، انا بنجح بيهم الحقيقه. صحيح. وانتوا شرفتوني نورتوني، وانتوا فخر للسيده المصريه اللي بتشقى وبتتعب، واحنا عارفين 40% من بيوت مصر فتحها سيدات وبنات. فالف سلام وتحيه ليكم، والف سلام وتحيه لكل بنات وستات الصعيد اللي بيطلعوا لنا الشغل، سواء تلي او حاجات مختلفه تانية، طلع لنا الشغل الراقي ده. احنا مبسوطين بيكم وفخورين بيكم. ربنا يخليكم. بجد بشكركم. الله يخليكم. شرفتوني نورتوني. شرفتوني. هيقوم تاني.